بس عكس على نادي الزمالك، الثقه اللي بياخدها الزمالك التخطي مودرن فيوتشر والوصول لسيمي فاينال الكونفدراليه الافريقيه، عنده مباراه الى حد ما ليست في شراسه مثلا نهضه بركان او اتحاد العاصمه دريمز الى حد ما، لكنها مباراه صعبه، وتحسن موقفه في جدول الدوري العام وتضاعف اماله في الوصول لدوري الابطال الموسم المقبل. بص يا كابتن، الفوز ده هيفرق بشكل كبير جدا. ان احنا لو رجعنا على الزمالك في الدوري والزمالك في افريقيا هم منفصلين تماما. نعم. يعني الزمالك في افريقيا رائح، في افريقيا ما بيتغلبش. صحيح. باستثناء اللي هو التعادل مع مودرن، المباراه الاولى اللي لعبها. نعم. اللي اتغلب فيها في الاول كده من بطل الزبوط، وبعد كده سولار دي التا سولار، وبعد كده كسب هنا وعدى، ما فيش بعد كده ولا هزيمه. الزمالك ماشي بشكل جديد كويس جدا في افريقيا. على مستوى الدوري احنا لما نيجي نتكلم الزمالك اول مره يفوز فوزين. نعم. بعد الاسبوع الثالث والرابع. مزبوط. ورا بعض يعني. نعم. بعد كده عنده اربع هزايم وتعادل، كان عنده مشاكل كبيره جدا على مستوى الدوري، لكن على مستوى الافريقي هو مركز بشكل كويس قوي. نعم. النهارده بقى النهارده الثقه، النهارده مباراه ورا مباراه، بيندمج احمد حمدي، بيندمج عبد الله السعيد، بيندمج ناصر ماهر، ودول مكسب كبير جدا لنادي الزمالك. شايف احمد حمدي كان مستواه النهارده عامل ازاي؟ لا من اقل ماتشاته. شايف عبد الله السعيد كان عامل ازاي؟ بص يا كابتن، في لعيب ما يبانش لكن دوره مؤثر. تمام. يعني عبد الله النهارده بيدق، عبد الله انت عبد الله بتحطه في مكان مش مكان. تمام. لكن هو مع دونجا بيحاول يقفل. طيب. ويدافع. ناصر ماهر، شايف ناصر ماهر ازاي؟ افضل يعني افضل من ماتشاته بصراحه. نعم. النهارده لكن الثلاثه تقال وجودهم في نادي الزمالك. نعم. عشان كده لما اتخرجوا الثلاثه انا استغربت. أيوه. شخصيه الفريق من التقل بتاعه. نعم. في الملعب الناس عندها ثقه، الماتشات الثقيله تحت الضغوط بتلاقيها، فهو طلع الثلاثه دول فجاه، فكانت مشكله بالنسبه لي. شايف انها جراءه من جوميز انه يشيل شيكابالا بره القائمه، عشان نسمي الامور بمسمياتها يا جماعه. شيكابالا كان خارج القائمه، احنا بنحب نجمل القصه ونقول برد بتاع الناس كلها عارفه ان انا بحب شيكابالا قد ايه، لكن انا بقول الواقع ان شيكابالا خارج القائمه. مصطفى شلبي هو مصطفى شلبي الاثنين كانوا بره لانهم ما اتدربوش مع الفرقه. وده الطبيعي. وعايز اقول لك على حاجه، الماتشات ورا بعض انت بتوصل لتوليفه 90% من الفرقه. يعني انا شايف ان الفرقه دلوقتي بنزول الجزيري بس. نعم. انت وصلت لتوليفه معينه. مظبوط. اللي هي مباراه الاتحاد ومباراه. نعم. النهارده هتخليك تركز بشكل كبير جدا على مجموعه معينه، اللي هيخش. نعم. بعد كده مش هيخش بسهوله. الزمالك استعاد الامل في الفوز ببطوله الدوري العام بعد الفوز النهارده بنسبه كبيره، بس بنسبة هو كبيرة. خطوات. الاول لازم افكرش في البطوله. افكر الاول في ان انا اوصل افريقي. ايوه. ولسه الدوري بعد كده طويل. ما افكرش. نعم. ان انا اخد بطوله. طيب. هفتح بشكل كبير جدا. هتجاوبني سريعا، فرص الزمالك في الوصول لنهائي افريقيا شايفها قد ايه؟ لا كبيره طبعا، كبيره قد جدا. قد ايه كان؟ لا كان في 98%. 98%. فرص جمهوره كمان. طبعا الجمهور في كل حته هو الاساس.